فالدكتور يعني بعد اللي سمعناه ده المخرج بيقول لي هي مدة النظرة الأولى قد إيه؟ ربع ساعة، 10 دقايق، 5 دقايق، يبص براحته في النظرة الأولى طالما ما بربش. لا، ما احنا بننصح الأخ المخرج إن هو ما يستعبطش، فبنقول له لا يعني إيه، بلاش الحكاية دي، وإنت عارف من غير سؤال إنه إيه مدة. والنبي عليه الصلاة والسلام بينصح سيدنا علي ويقول له يعني النظرة الأولى لك ولا تتبعها النظرة الثانية. النظرة الأولى اللي هي الفجأة، اللي هي الفجأة أو الفجأة اللي هو إنه تتفاجئ إن حاجة معدية قدامه يعني. لكن أنت الحقيقة سألت سؤال مهم، وهو طبعا مني وقد فتشت كثير من النساء شعورهن وكذا إلى آخره، وهل هذا حدث في التاريخ الإسلامي؟ الحقيقة أنه حدث، وحدث بطرق مختلفة بتجعل برضو مفهومنا أن الدين جزء من الحياة، وأنه يأمرنا الله سبحانه وتعالى بما هو مستطاع وليس بما هو مستحيل. وده اللي افتقدوا إخواننا النابتة اللي هم فهموا الدين مجردا كأننا في السماء السابعة. لا، سيدنا جعفر الصادق دخل إلى ما وراء النهر فوجد النساء فاتشات زراعة زرعهن وهكذا إلى آخره. فقالوا نعمل إيه بقى؟ نفس السؤال، أنا لو بصيت كده هلاقي واحدة، أو أغض أبص كده؟ لا، ما هو ما قالكش تعمل كده، تبص هنا وتبص هنا. لا، ده مفهوم الحجاب أنه من حق المرأة أن تتحاجب، فمن حق المرأة ألا تنظر إليها إلا بإذنها، وقد أسقطت هي حقها. تمام تمام، واخد بالك؟ هي اللي تخلت عن الميزة حقها. اللي رب أو الحق اللي ربنا ادهولها، اللي حق الله إنها ربنا تحفظ نفسها. قال لها على فكرة أنا مش هخلي ولا واحد من الرجالة ده يبصلك إلا بإذنك. هي تنزلت عن هذا الحق، فقال سقطت حرمة النظر إليهن. سقطت حرمة النظر إليهن. خلاص. هنا بقى البص يبقى عادي، والقضية تنتقل من المقلة، العين والمقلة، إلى الدماغ. ما تفكرش بقى، ما تقعدش تستدعي الصور. وهكذا يقول ابن القيم، واخد بالك إزاي؟ إنه القضية إن أنت نظرته، خلاص أنا نظرت، ما تفكر، ما تتبعهاش بالفكر، وقف الفكر. ايوه، دون بقى ان هو يتفحص ويتمحص وبعدين يعمل يعني يخطو بها خطوه اخرى. تمام، لا، وقف الفكر ده، وبذلك تكون قد التزم. تمام.